السلام عليكم مشاهدي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كي تشاهدوا هذه الوصفه اللي هي رائعه ما شاء الله. كيف كتلاحظوا معايا، بسم الله على بركه الله، عندي هذه القهوه ولهذه الحلوه ديال القهوه ما شاء الله اللي سبق لي وشاركتها معكم. عندي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، وتابعوا معايا الوصفه الاخير الفيديو ان شاء الله، اللي هي وصفه سريعه 3 دقائق تبارك الله تكون واجده عندك هذه الوصفه هذه اللي هي كتعرف شنو كدير فيها. فيها مكونات بسيطه، 3 المكونات فقط كيف ما كتلاحظوا. سبق لي صوبت معكم بالبسكوي ولا البسطة، ودابا عاوتاني كنشارك معكم اللي عنده جاتو في الدار ولا عندي ياورت كيف ما كتلاحظ، ومازال مكون اخر تابعوا معايا للاخير ان شاء الله. غادي ندير الياورت على هاد القهوه ولا حبيبات القهوه او حبات القهوه اللي هي صوبتها في المنزل ولا حضرتها في المنزل. وهاد الياورت دخلته للمجمد ساعه حتى لساعة ونص، واستمر في غادي ندير انا نشارك معكم 2 كؤوس، وانتي اختي دير اكثر ولا اقل على هذا الشكل هذا. كيف كتلاحظوا اختي، هي غير جاتو مدير بالزبده، هو هشيش تبارك الله كيجي روعه ما شاء الله. وعندي المكون الثالث هو موزه، غادي نقطعها دوائر كيف كتلاحظوا اختي. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على التعليقات وعلى المشاهده، وما تنساوليش لايك للفيديو والاشتراك في القناه للناس اللي كيشاهدوني اول مره، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم عليك حبيبي رسول الله. غادي بعد ما درت هذا الموز او البنان، غادي ندير طبقه اخرى ديال الياورت. يمكن لك تخلي الكاس ما معمرش بزاف ودير عليه هاد حبه القهوه من فوق كتر. انا غادي ندير اي شويه ديال حبه القهوه، كندير الياورت تقريبا كنعمر الكؤوس كيف ما لاحظت معايا اختي. غادي ندير بعض فقط، هي كتجي ممتاز تبارك الله ما شاء الله، مكونات اللي هما واضحين وباينين على هذا الشكل هذا. ممكن تصنع كيف ما كتشوفوا تحليه ولا ايس كريم ولا كيف ما حبيتي تسميها اختي، فهي روعه ما شاء الله، وتاكليها في الفطور ولا في العشاء ولا في الغداء، ما عندهاش الوقت. 3 دقائق تكون واجده عندك وصفه اللي هي تقدميها للضيوف ديالك. وجهك احمر تبارك الله كيف ما كتلاحظ اختي ما شاء الله. وعندي عدة وصفات متشابهة ولا كتشابه لهاد الوصفة هذه تبارك الله، دخلوا القناة. غادي نخلي لكم بعض الروابط في صندوق الوصف. صندوق الوصف خواتاتي هو بعد الاخوات كيقولوا لي راه ما عرفناهش، راه هو اللي كيكون تحت الفيديو، كيكون واحد اكس في الجنب ديال تحت الفيديو، كتضغط عليه كيعطيك الوصف لتحت شنو كاين. غادي تدخلي تما وغادي تشوف الفيديوهات، الروابط ديال الفيديوهات، غادي تضغط عليه وعادي يخرجك الفيديو ديريكتومون ان شاء الله. غادي نخلي لكم بعض الروابط اللي حب اللي مهتم بهذا المجال وبغى يشوف ولا المهم اني كنشارك معكم كيف ما كنقول لكم دائما افكار تبارك الله، الكل عنده ما يعطي. وما تنسوش خواتاتي اي استفسار ولا اسئله جات على بالكم خليولي في التعليقات، وشكرا لكم ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.